أمستردام، 22 تشرين 2 2004. قتل ثيو فان جوخ الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالرسام الهولندي الشهير فينسنت فان جوخ بوحشية بينما كان يركب دراجته الهوائية في أمستردام، حيث أطلقت النار على محرر العمود ومخرج الأفلام المثير للجدل عدة مرات قبل أن تحز عنقه، كما غرست ملاحظة مكونة من 5 صفحات تحذر أعداء الإسلام في صدره باستخدام سكين. هذا وألقت الشرطة القبض على القاتل وقامت باعتقاله بعد فترة قصيرة من ارتكاب الجريمة، وهو رجل يبلغ 26 من العمر ويحمل كل من الجنسيتين الهولندية والمغربية، حيث كان ناشطا ضمن حلقات إسلامية متطرفة في أمستردام. إن المشتبه به في عملية اغتيال فان غوخ كان معروفا لدى الأجهزة الأمنية الهولندية، إذ أنه عضو في جماعة إسلامية متطرفة كانت تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية AIFD. وكانت الشرطة ومسؤولون في وزارة العدل قد أعلنوا كذلك عن اعتقال 8 أجانب آخرين من شمال إفريقيا في أمستردام على صلة بالجريمة، حيث يشتبه بأنهم جميعا ناشطون إرهابيون، كما تمت مصادرة أقراص حاسوب وكتب ووثائق أخرى تحتوي على كتابات إسلامية أصولية ومتطرفة، ووجهت إليهم جميعا تهمة الاشتراك في منظمات إجرامية وإرهابية. في الحقيقة تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان عملية اغتيال السياسي الهولندي عام 2002 الذي كانت آراؤه المناهضة للهجرة وانتقاداته للإسلام استفزازية للغاية، فقد أطلقت النار كذلك على بيم فورتاين في وضح النهار، ومع ذلك لم يكن قاتله إسلاميا متطرفا، غير أنه في كلتا الحالتين كان مبدأ حرية الكلام من تعرض إلى الاعتداء الوحشي. غير أن قاتل ثيو فان جوخ كانت لديه خطط أخرى، إذ تم العثور على جثته كذلك على تهديد بالموت موجه إلى عضو في البرلمان الهولندي، حيث كانت أيان هيرسي هدفا لكافة أصناف التهديدات عام 2002 عندما وصفت الإسلام بالرجعية، وهي الآن مرتدة عن الإسلام وملتزمة بشكل فاعل بالعمل من أجل صالح النساء المسلمات المضطهدات. هذا وقد أدت أفعالها إلى إثارة الغضب بين الجالية الإسلامية الكبيرة جدا في هولندا. لقد طلب إلي حزبي في فيدي الاهتمام بالشؤون المتعلقة بالنساء بشكل عام وبخاصة المسلمات، لذا قررت بذل كل شيء ممكن ضمن الحدود الديمقراطية والقانونية، ومن الواضح أنني مدركة تماما أن المسلمين جميعهم ليسوا رجعيين، غير أن هناك في هولندا بعض المسلمين الذين يفسرون كل شيء حرفيا، فلا يقوم المسلمون جميعهم بضرب زوجاتهم بيد أنه من وجهة نظر ليبرالية وإنسانية، فإن وجود حالة واحدة كهذه تعتبر أمرا سيئا ومريعا.